يا اهلا يا اهلا. استاذه سالي، ازاي حضرتك؟ الحمد لله. اتمنى انك تكوني بتتفرج علينا لو وقتك يسمح. يعني بتفرج عليكم حالا؟ لا طيب، بصراحه يعني انا لسه بره. طب انت ايه اللي عملتيه في نادي متغمر؟ طب ثانية واحدة، هقف في تفاعل شبكة. ثانية واحدة، على مهلك خالص، على مهلك. انا عرضت الفيديوهين بتوعك، ما دام حضرتك ما بتتفرجيش علينا، عرضت الفيديوهين بتوعك والناس كلها بتبلغك 100,000 تحية وسلام، ولو عايزة توجهي كلامك للمسؤولين تقولي ايه؟ انا مش بوجه كلامي لاي مسؤول وكده. انا كنت محطوطة في موقف ان انا ادافع فيه عن ناس معينة او فئة معينة. تمام، انا دايما دايما الحمد لله كلامي كلام في الحق، ولو لساني طويل زي ما الناس بتقول لساني طويل، لا انا لا لساني طويل في الحق. لا لا، على فكرة ولو انا انت اتكلمتي باحترام، انت اتكلمتي باحترام دون اي تجاوز، وانا لا في بحييك ناس على ده. غلطت، لا ما انا هقول لحضرتك، اتفضل. انا حطيت بس عن كنت في البيئة فيها غلط. اوكي، لو كانوا حتى يقول يا راجل شوف نفس الرجال. ايوه انا راجل، لو انت ما تعرفنيش، لا انا راجل. منو الراجل؟ وده معروف في الوسط اللي انا فيه. اوكي، تاني حاجه، لو حد الحمد لله ناس كتير بتعتمد عليا ان انا بجيب لها حقوقها لو في اي موقف وحش، فانا الموقف اللي حصل قدامي هو اللي استدعى ان انا اعمل كده. انا نازله اعمل شو، اوكي، ولا ما حد زقني زي ما بيقولوا وان انا افضح. لا ده انا عايزه اقول لك اساسا ان في ده بتاعنا، ده النادي بتاعنا، ايه متعب ليه المره ده ما ان في حد اساسا ان في حد اساسا من الحمله بتاعت اللي هو المستشار مصطفى منصور طلبني ان انا اكون انا امسك معاهم الحمله الصحفيه واعمل مؤتمرات وبمقابل مادي. يعني انا كنت عايزه اقبض اساسا، كنت اقبض من عندهم هم. يعني لو بتاع فلوس وانا محتاجه الفلوس او ماديات، انا كنت اول واحد هو كنت هاخد منه. وانا كنت موافقه جدا وكل حاجه، اللي هو ادم مش خارج النطاق الصحفي، ورجعت رفضت حاجه. انا مش بقبض ولا انا عملت الشو ده علشان اخد فلوس ولا حد يضايقني من حد. ده تاني حاجه. اوكي، طب اسمحي لي ان انا اقاطعك. انت صحفيه اصلا؟ طيب بس توضيح بس، الاستاذه سالي حجازي صحفيه وعرض عليها العمل في حمله مرتضى منصور بمقابل مالي ورفضت، وانها هي تحركت هذا بواعز انساني للدفاع عن ناديها، ولا هي تبع حد ولا افضل من حد؟ اتفضل يا فندم. لا ثانيه واحده بقى، معلش انا هصح برضو، ان انا مش بدافع عن نادية. ليه بقى؟ النادي بتاعي هو اللي غلطان. ايوه، ادافع عن النادي ازاي وهو اصلا غلطان؟ الاعضاء هو اصلا ساعد على حاجه زي كده. ايوه، انا عايزه اقول لحضرتك ان انا بعد الموقف ده، اوكي، انا بعد ما عملت هاجمت او دفعت الامن البودي جارد بتاع المستشار، انا بعدها والدنيا لما هيجت وكده، الامن نفسه البودي جارد بتاع الامن نفسه شكرني ان انا عملت كده. يعني هم اصلا هي تقريبا تعليمات او تقريبا الامن غير الامن اللي كان واقف. بس انا عايزه اقول لك ان الامن بتاع النادي اللي هو مرؤوس والله اعلم مين، مع مين اللي قال له ومين اللي دعمه او مين اللي اداله التعليمات، كان بيشكرني اساسا ان انا دخلت الحريم وان انا انقذته اساسا. والناس اللي ما كانتش فاهمه الموضوع اللي هي كانت بتقول انا بعمل شو والحاجات دي، انا الموقف هحكي لك بالظبط. انا راحه النادي، انا اوكي انا نازله اجازه، ماشي، نازله اجازه في بلدي. فراح الاصحاب، راح لزمايلي اسلم عليهم، فلقيت البوابات مقفوله معايا. معاكي. اوكي، لقيت البوابات مقفوله، بقول لهم في ايه. انا فضلت واقفه شويه عشان كان في زحمه كتير من الشباب، انا قلت يمكن هم مش عايزين يفتحوا البوابات علشان الشباب كتير وشويه وهيفتحوها. قعدت 10 دقائق، قعدت ربع ساعه، مفيش. فسمعت ان في حد بيقول ده المستشار مرتضى منصور جوه عشان كده قافلين البوابات ومش هيدخلوا حد. تخيل بقى اللي قافل بوابات عشان المستشار مرتضى منصور جوه. اوكي، واحده واقفه بعيالها، انا ليا صاحبتي شايله على كتفها وشايله في ايديها وشايله وراها 3 اطفال واقفه نص ساعه، غير بقى سيدات كتير وانا مصوراهم على عندي على البيت. اوكي، سيدات كتير واقفه، غير بقى كتير بقى عمال بيتقاطروا وشباب. وعندنا احنا اصلا في المدينه بتاعتنا، يعني اطار مدينه دي، يعني ايه بيتوافد عليها طبعا، يعني شباب من الارياف، شباب مثلا يعني غير واعي، هيكون في تحرش، هيكون في يعني تفاهم شد وجذب. والنهارده الخميس اساسا، انت فاهم ازاي؟ فالموقف بالنسبه للستات اساسا والبنات مش كويس. يعني انا عملت كده علشان البنات والستات، مش عشان انا ضد فلان مرشح فلان ولا انا ضد النادي. برافو عليكي. انا عايزه ادخل الستات دي، الستات دي مش معاها رجاله، الستات دي معهاش حد يحميها، الستات دي ما ينفعش تقف الوقفه دي.
بعدين لما لقيت البوابه الثانيه الكبيره حد بيخرج منها، قمت انا داخله لقيت حد من البودي جارد تقريبا بتاعه، الله اعلم برضه بتاع مين، لقيت حد من البودي جارد بيمنعني، قمت انا دفعته ودقيت ودقيت كل الامن اللي قدامي ودخلت على طول سالت فين المستشار مصطفى منصور، وحصل بقى الفيديو اللي انا بقول لك عليه اللي انا ده كان في وجهه نظري ان انت حضرتك علشان جوه تمنع، قال لي عشان في شباب وفي رجاله بيحاولوا يوصلوا لي او عايزين يعملوا عليا او يعملوا فيا حاجه وحشه او الكلام ده، قلت له احنا انا شباب، انا ولد، انا رجاله، انت عايز تحافظ على نفسك اوكي، يلا ما تدخلش او ما تنزلش، لو انت عارف لو انت مش محبوس في مكان مثلا او كده ما ينزلش فيه، طب لو انت مثلا عايز برضه تقفل فكره ثانيه، انا في بوابه، في مدخل للحريم وفي مدخل للرجاله للشباب وفي مدخل لكبار السن، انا ما افتحش ليه مدخل لكبار السن واسيب المدخل بتاع الحريم، ولا انت كمان خايف من الحريم يزوك؟ انا عايز اعرف ان الحريم تقف الوقفه السوداء دي ليه؟ الحريم دي بتهال، الحريم دي الشباب حواليها وبتحرش فيها ووقفات مش كويسه، ليه؟ عشان خاطر مين؟ عشان خاطرك انت ليه؟ قال لا مش السبب ومش السبب، ورئيس مجلس الاداره دخل قال احنا رئيس مجلس اداره النادي متغمر قال احنا اللي السبب واحنا اللي كنا موقفين واحنا حاول يلم الصور يعني، بس انا كان هدفي انا ما الحمد لله لا هدفي ان انا اطلع اشهر بيه ولا ليه علاقه بيه ولا في بينه وبينه حاجه ولا انا حد ضايقني ولا الكلام الهبل اللي انا سمعته والكلام ده، ولو حد بيقول انا راجل وسط رجاله، ايوه انا في راجل وابقى في مليون راجل، ما دام بدافع عن ستات زيه وبدافع عن رجاله برضه، ما بدافعش عن ستات بس. وبعد ما حصل الموضوع ده كل الستات والرجاله كمان مش الستات بس، كل الستات والرجاله دخلوا فتحوا البوابات، والناس دخلت بعدها تشكرني ان انا دخلتها وان انا عقصتها، ده غير الناس اللي مشيت اساسا. انا دي معلومه للناس اللي كانت قاعده اصلا في دنيا ثانيه هنا جوه في النادي، واللي بتشوف من على الصفحات مش عارفه ايه اللي بيحصل، ده ناس كتير شكرتني اللي انا قدرت ادخلها وانا قدرت انقذها من الموقف والشكل السيء اللي كانوا فيه. بس هو ده كل الشعار. طب حضرتك الفيديوهين انتشروا وعملوا يعني الاف المشاهدات، يمكن وصلوا الملايين على كل الصفحات، وانا بكلمك يعني انا الفيديو الاولاني جالي عن طريق صديق من الاردن، حتى دخلت بعت لك رساله انت بتقولي لي انت مين، فقلت لك انا فلان الفلاني عايز رقم تليفونك عشان اعمل معاك مداخله في البرنامج. اول ما دخلت على الصفحه شفت الفيديو الثاني، انت كنت متوقعه ان الفيديوهات تتشاب بالشكل ده يا استاذه سالي؟ فيديوهات ايه اللي بتتشاف بالشكل ده؟ الفيديوهات اللي انت صورتيها كنت متوقعه انها تتشاف بالشكل ده؟ يعني اتشافت؟ هو مش للدرجه دي يعني، انت فاهم، بس انا يعني في حد، مش هقول لك حاجه، في حد كان في ناس بتبقى قصده اساسا انها تعمل كده تشهير، او ممكن بتحب الشو او بتحب الشهره، وانا مش بتاعت كده، لان الحمد لله انا بكلمك ليه اصدقاء الحمد لله صحفيين كبار ورؤساء تحرير كبار ومخرجين على قنوات كبيره، والحمد لله بيدر عليا شغل ان انا يعني في الميديا، مش محتاجه ان انا يعني تشهير ولا الكلام ده ولا الشو، انت فاهمني؟ لو انا عايز اخش مجال الشو او انا اعمل شو او انا اعمل اي حاجه في اي قناه ولا الكلام ده سهل عليا، لكن انا لما اوضح اللي انا عملت اللي انا صورت فيديو وعملت لايف، ان انا انزل قد ايه المهانه اللي احنا وصلنا ليها، او قد ايه الاهانه سوري مجلس الاداره او مجلس النادي وصل بيها الستات بالذات، الستات بتبقى وصل بيهم الاعضاء بالذات ان هم يقفوا الوقفه دي. والفيديوهات على فكره انا جايبه فيديوهات الناس برضك عشان بس تشوف، انا جايبه فيديوهات للسيدات وهم واقفين بره، وفي فيديو عندك لسيده كانت بتتكلم فيه وسالتها قلت لها انت ايه اللي موقفك كده وايه اللي حصل؟ قالت لي انا ما ادفعش 20,000 جنيه ترنيه علشان خاطر حد رئيس مجلس اداره نادي الزمالك يجي يوقفني الوقفه دي، وست مش راضي حضرتك انا ما وصلتليش ولا السيده كمان هي هتبقى متامره عليه. انا عندي كل الفيديوهات اللي في الادله يعني، مصوره بره ومصوره سيدات ومش اللي انا بتبلى عليه ولا انا مزهوقه ولا الكلام ده خالص. الفكره كلها انا كنت حابه اوصل بس الفكره دي، لكن في دماغي اللي انا اشهر بحد او اللي انا ضده او الكلام ده، انا مش ضد حد ولا انا بشهر بيه ولا ليه علاقه بيه اصلا خالص يعني، حتى لو حد فكر ان هو بينزل صوره ليه للانتخابات او المؤيدين او حد يشتموا الكلام ده، انا بقول كل واحد ليه وعليه ايه، اللي احنا ما فيهين الا في الاخر احنا ما نديمش حد، احنا ما لناش اللي احنا نهين حد. انا
عليك. موقف حصل وخلاص، ودافع عن فئه معينه وخلاص الامر انتهى. طب انت شايفه ان مجلس الاداره غلط؟ طبعا. لا اللي غلط الله اعلم بقى، بس مجلس الاداره بنفسه اعترف لي ان هو اللي عمل كده، يبقى مين اللي غلطان؟ ممكن بقى دي تعليمات الله اعلم من سياده المستشار، وهو مجلس الاداره حب مثلا مش عارفه يعني، ما انا ما اعرفش الموضوع، انا ما بتهمش علام حاجه ما اعرفهاش وماليش علم بيها، ما بقولهاش. قال لي رساله معينه ووصلتها وخلصت منها، فيما بعد بقى ده ما يخصنيش وماليش فيه، واللي حصل انا ما اعرفوش ماليش علم بيه، فعشان كده انا مش هرمي كلام على حد او ان انا اتهم حد بحاجه. بس انا عايز اقول لك ان الامن نفسه بتاع النادي لما انا دخلت الحريم شكرني، يعني تخيل شكرني امن النادي. طب حضرتك يعني انا بس اتشرف بيكي، صحفيه فين انت حضرتك يا استاذه سالي؟ انا كنت اشتغلت فتره من قبل الثوره، كنت شغاله مراكز تبع اليوم على اليوم السابع، واشتغلت مع خالد صلاح، واشتغلت برضه مع الاستاذ محمود المسلماني، اشتغلت مع ناس صحفيين كبار كده، وبعدين في الاخر دلوقتي بشتغل لوحدي. عندي فيديو وبشتغل وبجتهد لوحدي يعني كده. يعني انا بتمنى لك التوفيق، وانت عبرتي عن كل الستات الجدعه والناس كلها بتشكرك على الموقف، وانا شخصيا بشكرك شكرا جزيلا. تسلم الله، الله يخليك. شكرا جزيلا. شكرا.